السلام عليكم طلاب الصف السادس العلمي الأعزاء ورحمة الله وبركاته، ودرس جديد من دروس مادة الأحياء. واليوم درسنا مثل ما تشوفون على السبورة المحتويات غير الحية بالخلية، هاي تختلف عن المحتويات الحية، هذه نتيجة نشاط المواد الأيضية ونشاط السيتوبلازم في الخلية، تتكون مواد غير حية. معددنا يا هنا هو بالكتاب مطينا خمس أنواع، منها القطيرات الدهنية الموجودة في خلايا النسيج الدهني وخلايا الكبد، والتجمعات الكربوهيدراتية مثل الكلاكوجين والبروتينات التي تخزن في الخلايا الغدية بشكل حبيبات إفرازية، ومخلفات المواد الملونة والصبغات، هذه تعطي صبغة أو لون الجلد. وعدنا أيضا الأنزيمات والهرمونات وبعض أنواع الفيتامينات، وهذه تأخذ أشكال حبيبية وكروية أو بيضاوية. المهم إذا من تريد تعرفها المحتويات غير حية، إيش تقول؟ هي عادة مكونات مؤقتة في السيتوبلازم، يطلق عليها بالمخلفات السيتوبلازمية. كيف تتكون؟ قلنا تتكون بشكل رئيسي من مواد أيضية أو مخلفات متراكمة ذات طبيعة مختلفة. نجي هسه هنا موضوعنا الجديد الآخر اللي هو ما هي النواة. طبعا نجي هنا عندنا تعريف، تمثل النواة أحد المكونات الحية الموجودة في الخلية، وهي تكون وجودها أساسي للكائن الحي. ليش هنا راح نطي احنا سببا ليش وجودها أساسي؟ أولا لأن بقاء الخلية الحية يعتمد على المبادلات الأيضية التي تحدث بين النواة والسيتوبلازم، هذا السبب الأول. والثاني أنه الخلية التي تفقد نواتها تعيش لفترة قصيرة ثم تتحلل كما في خلايا الدم الحمراء الناضجة. إذن ذني سببين رئيسيات أدنى تجعل وجود النواة مكون أساسي في الخلية. تظهر طبعا النواة اختلافا في أشكالها وأحجامها وحتى مواقعها، منها كروية الشكل أو بيضاوية أو مفصصة أو غير منتظمة كما في خلايا الدم البيضاء. تمثل النواة أكبر طبعا عضية متميزة داخل الخلية، مثل ما تشوفون هذا رسمها الأمامنا، أكبر عضية متميزة وكل حجمها علاقة بحجم السيتوبلازم. حجم إذا قال لك لماذا يختلف حجم النواة من خلية إلى أخرى، تقول له لأنه هناك علاقة بين حجم النواة والسيتوبلازم. غالبية العظمى من الخلايا تكون وحيدة النواة، بعضها تكون ثنائية النواة مثل خلايا الغضروف والكبد والخلايا العضلية. هنا تتخذ النواة طبعا موقعا مركزيا في الخلايا الجنينية، وتتخذ موقعا جانبيا في الخلايا الإفرازية كالخلايا الدهنية أو المخاطية. هسه نجي ما هي أجزاء النواة كتركيب، أجزاء التركيبية يسموها. عندنا مثلا أول ما نبدي بالغشاء النووي أو الغلاف النووي، هذا المؤشرين والنوية والبلازمين النووي، هذه كلها مكونات النواة. نجي سنعرف الغشاء النووي، طبعا غشاء رقيق ثنائي الطبقة يحد النواة وله خواص فيزيائية وكيميائية، هذا الغشاء النووي. هو ينظم تبادل المواد بين النواة والسيتوبلازم. إذن وظيفة غشاء النووي ينظم تبادل المواد بين النواة والسيتوبلازم لاحتوائه على ثقوب، هاي مثل ما تشوفها واضحة، هاي الثقوب والغلاف النووي، تمر من خلالها جزيئات بعض المواد. ويمتاز الغشاء النووي بكونه اختيار نفوذية، أي مو كل المواد ممكن أن تنفذ من خلاله،
ويوجد هذا الغشاء محيطا بمحتويات النواة في جميع الخلايا فيما عدا البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة، أي ما يسمى ببدائية النواة، حيث لا تمتلك نواة بل مادة نووية فقط. إذن ذني مكونات النواة كلها موجودة هنا في داخل الخلية الغشاء النووي هذا، وعندنا النوية تقع في الوسط، وعندنا هذا الأزرق البلازم النووي. طبعا البلازم النووي تسبح بداخل الشبكة الكروماتينية اللي تكون بالبداية قبل انقسام النواة، ثم بعد الانقسام تتحول إلى كروموسومات، بس هذا بالخارج النواة اللي هو السيتوبلازم، ما له علاقة بالبلازم النووي. طلاب لا تتوهمون بين هذه الاسمين. عندنا البلازم النووي هذا اللي نشوفه الأزرق سائل هلامي عديم اللون، يملأ النواة وتتوزع فيه المحتويات النووية المتمثلة بالنوية والشبكة الكروماتينية. أنا راسم لك إياه أزرق حتى تميزه، بس هو سائل هلامي عديم اللون تتوزع في داخله المحتويات النووية المتمثلة بالنوية والشبكة الكروماتينية. نجي هسه النوية شنو تعريفها؟ هاي النوية اللي احنا راسميها هنا، النوية هذه اللي هي لونها أخضر، هي تحتوي كل نواة طبعا على نوية واحدة أو أكثر. على سبيل المثال مثلا خلية البصل تحتوي على 4 نويات، تبدو النوية نسميها هي تركيب كروي الشكل داخل النواة كبير الحجم نسبيا، وهي تتكون من البروتين والحامض النووي الرايبي RNA، وللنوية دور هام في تكوين شنو الرايبوسومات التي يتم فيها تكوين البروتين. إذن النوية شنو دورها أو وظيفتها؟ تكوين الرايبوسومات، والرايبوسومات اللي تكوننا شنو البروتين في الخلية. نيجي هسه الشبكة الكروماتينية، قلنا هي شبكة موجودة في داخل النواة عبارة عن خيوط متشابكة، تكون في البداية قبل بدء انقسام الخلية، بعدين من يبدأ الانقسام تتميز إلى الكروموسوم. كل كروموسوم يتكون من كروماتيدين، شوفوا هذا أنا راسم لك إياه رسم كبير اللي هو الكروماتيدات والجزء المركزي مالتها كروماتيدا الكروموسوم. هنا طبعا الكروموسومات تختلف أحجامها وأشكالها بالأنواع المختلفة. مثلا عندنا مجموعة من الكائنات الحية، أخذت لك دودة الإسكارس بها 2 كروموسوم، الفراش الإسباني بها 380 كروموسوم، الحصان 64، الإنسان بـ 46 كروموسوم جسمي. من تصير عملية الانقسام الاختزالي وتبدأ عملية التكاثر تنقسم إلى 23 بالنطفة و 23 بالبيضية تحتا، يكون أنه يرجع العدد الأصلي اللي هو 46. طبعا عندنا هنا أيضا الكروموسومات تختلف، قلنا بالشكل والطول من كائن حي إلى أكثر. وشكرا لكم على المتابعة، وإذا كانت المحاضرة جيدة بالنسبة لكم وافتهمتوها أرجو مشاركتها مع زملائكم حتى تعم الفائدة.